تنظيف السمك، بنرفع الرأس وبنرفع جزء من البطن، هيك صار نظيف. نغسل السمك بالماء والدقيق، بعد ما نغسل السمك بالماء والدقيق نوضع قليل من الزيت بالمقلة، نوضع السمك الدقيق نوضعه بالمقلة، لما نملأ المقلة هيك صار جاهز. نوضع آخر قطعة ونوضع قليل من الزيت، نقلبه على الوجه الثاني. ولكن انتو فيكو تعملوا طريقة العشوائية، طريقة العادية تعملوا، يعني مش ضروري تعملوا نفس الطريقة هذه بالضبط، ممكن تعملوا شكل يدوي، يعني الطريقة العادية. من شان ما تتأذوا فقط نوضع تتبيلة ليمون وملح وشبت أخضر، هذا أفضل شيء للسمك مثل ما أنتم شايفين. نعمل سلطة خاصة بالسمك، نوضع قليل من الملح وفلفل أخضر أو حلو، حار أو حلو يكون حسب الذوق. نوضع شبت وبنهرس قليل، نوضع حبة طماطم مفرومة نوضع معلقتين طحينة ونحرك قليل ونوضع عصرة ليمون. هذه سلطة خاصة بالسمك، كتير كتير طيبة مع السمك، أتمنى أنه تجربوها في أمان الله. انتظرونا بوصفة جديدة، أتمنى الاشتراك بالقناة. شكرا كتير لكم، مع السلامة.